تخليد ذكرى 15 ديال وفاة الحاج محمد الجلون رئيس المؤسس ديال نادي الوداد الرياضي. هذه السنة كان عنده طابع خاص لأنه مرور 15 سنة معلوم تزيد يجعلنا نفكروا أكثر في العطاء ديالو على رأس الوداد لعقود وعقود. وكانت مناسبة باش هذا الاحتفال كذلك يعرف الجيل الصاعد الأطفال ديال الوداد المؤسس ديال الوداد ويكون فعلا الربط ما بين الأجيال بهذه المناسبة، خصوصا أنه كانت مناسبة الأطفال ديال مدرسة السباحة ديال الوداد باش يشاركوا حتى هما في المسابقات. تنشكر معلوم جميع الفرق الوطنية اللي ساهمت معنا في هذا الإفضل.